全てをプロレスに捧げたい、そう決めた人生です。ならば岸田のプロレスラー人生。مصارع ياباني من مواليد مايو 1983 للميلاد، انطلقت مسيرته كمقاتل لمنظمة ZST بعام 2003 للميلاد. له سجل 8 نزالات بدون أي خسارة. اعتزل القتال وتحول للمصارعة في عام 2006 للميلاد، وانطلقت شهرته عام 2010 للميلاد عندما انضم للاتحاد الياباني العريق NGBW، وهناك قضى 9 مواسم في فئة الجونيور ليصبح ثالث أعظم مصارع لهذه الفئة من بعد الأساطير تايجر ماسك وجوشين لايجر، حيث حقق لقب الجونيور الفردي 6 مرات. وفي يناير الماضي أعلن رسمياً رحيله إلى WWE. معكم أبو تودين من بودكاست جمعة مصارعة، وهذا هو كوشايدا.